إذا اشتريت كتابا فلتطف عجينا على الذي فيه ولتستقبل الكتب. مما يعجل فائدة الانتفاع بالكتب المشتراة حديثا المرور عليها على عجل قبل درجها في تجارة الكتب. وحقيقة المرور العاجل هي القراءة السردية السريعة ولا يقال الجردية، فإن الجرد في هذا المحل لا يناسب معناه، لأن تجريد الشيء تخليته مما هو فيه، ومنه أرض جرداء لا نبت فيها، وإنما يقال سرد. ولهذه القراءة أصول خمسة، أحدها إلقاء نظرة على طرة الكتاب أي غلافه ليقف على اسمه واسم مصنفه ودار نشره وسنته، والثاني قراءة المقدمة فإنها مفتاح الكتاب، وقد تشتمل على بيان اصطلاحات تختص به لا بد من معرفتها، والثالث الاطلاع على الفهرس وانتخاب المواضع المستحسنة للقراءة بوضع علامة دالة عليها دون مسارعة إلى قراءتها، والرابع تصفح الكتاب تصفحا سريعا يوقف على أبوابه ومسائله، وإن آنست رغبة في قراءة شيء منه فافعل، والخامس العود إلى الفهرس للاطلاع على المواضع المنتخبة قبل، فإن أصبت قراءتها حال التصفح كفاك ذلك، وإن لم تفعل فاقرأها الآن، فيحصل بمراعاة هذه الأصول معرفة قبل الكتاب. هذه قاعدة نافعة جدا، لأن الكتب كثيرة والعمر قصير، ولن تقرأ كل ما تشتريه من كتب، ولكن لا تخلي نفسك من الأخذ عليها بلزوم هذه الجادة. فإذا اشتريت كتابا فانظر إلى غلافه لتعرف اسمه واسم مؤلفه ودار نشره وسنة نشره، ثم اقرأ مقدمة الكتاب، ثم اقرأ فهرس الكتاب، وضع علامة عندما استهواك استهوتك قراءته وأحببت أن تقرأه، ولا تقرأه بل ضع العلامة فقط، ثم تصفح الكتاب تصفحا سريعا تطلع به على أبوابه ومسائله، فإذا أعجبك شيء منه فقرأه، فإذا فرغت من هذا التصفح السريع فارجع إلى الفهرس، فما وجدت منه مما علمت قد قرأته استغنيت عن إعادته، وإن لم تقرأه فاقرأه، فإن وجدت بعد ذلك فسحة في قراءة الكتاب كله قرأته، وإن لم تجد وجعلت هذا الكتاب مرجعا فتكون قد مررت على فصوله وانتفعت بفوائده التي قيدتها حال مرورك على الكتاب. ومن اتخذ هذا أصبا وغلب عليه حب الكتب أمكنه أن يمر على جميع مكتبته مهما كان عدها. وقد لقيت رجلا من المشائخ القدامى في مصر يقول إنه لما طبع تفسير الطبري اشتريته بمبلغ غال جدا، لكن لأجل الفرح به يقول فلم أنم تلك الليلة حتى تصفحته من أوله إلى آخره صفحة صفحة، يفتحه وينظر فإن أعجب قرأ، يقول فلم يعني يأتي الفجر إلا وأنا قد مرقت والعين كلهم. نعم.